بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم التاريخ يا شباب 20/11/1438. أنا باختصر هذا المقطع على طول، يعني في خلال 3 دقائق بإذن الله تعالى. أي واحد يبغى يستفسر عن خلطة ولد الشرقية يكتب في اليوتيوب خلطة ولد الشرقية وبشوفها كلها كاملة من حرف الألف لحرف الياء، كيف طريقة الاستخدام، وش فائدة الخلطة، كلها بإذن الله تعالى موجودة في اليوتيوب. اكتب بس خلطة ولد الشرقية وتشوفها في اليوتيوب. واللي يبقى يحصل على خلطة ولد الشرقية يتواصل معي على الخاص على رقمي الجوال 0544204431. أنا بوريكم صحة الصيصان وكثافة البيض وصحة الطيور بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد زي ما علمتكم. اليوم التاريخ 20/11/1438. ما شاء الله تبارك الله، هذه لي الصيصان من عمر أبو يوم وأنا أستخدم يوم خلطة ولد الشرقية. شوف ما شاء الله صحة الصيصان، ما شاء الله تبارك الله. وأنا معطش اللي هو الصيصان البارح مع الدجاج مع الطيور، والآن جاي الساعة 9:30 بعطيهم من الخلطة. شوف ما شاء الله، هذه صحة الصيصان من عمر الصوص أبو يوم. والآن بروح أنتقل إلى الطيور، خليكم معي. اللهم صل على محمد وآل محمد زي ما علمتكم يا شباب. بوريكم صحة الطيور وإنتاج البيض بإذن الله تعالى. شوف هذه الطيور من أمس ما معهم ماي. طبعا أنا أسبوعيا أنظف الحظيرة، وإذا صار عندي مجال رشيتها بالماية علشان تكون المكان رطبة، والمروحة مشغلة 24 ساعة ما تطفي. ما شاء الله تبارك الله، هذه صحة الطيور. رايح أوريكم صحة الطيور، ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه صحة الطيور. واللي تبعني من فترة شافني توي أحط الرفوف جدد، ووعدتكم اني بوريكم ان الطيور باضت فيها ان شاء الله، والطيور عششت. شوفوا هذه ما شاء الله تبارك الله، هذا الخير، هذه بطتين طالع البيض فريش. لا تقول بيض دجاج، بعد شريته من البقالة بيض طيور. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. هذه طبعا انا ما ادري اذا في هنا فوق ولا ما في، ما ادري يا شباب، ما اطول انا فصورت لكم. اسمع صوت الطيور، فضل الله فضل خلطة ولد الشرقية. وهذا العراقي تو اليوم الصبح بايض، قسما بالله تو اليوم ما شاء الله. شوف ما انا بيكم بس طالعوا صحة الطيور، اهم شيء عندي ما في كثافة البيض، عندي صحة الطيور ممتازة، هذا اللي ابغي انا. انا ابغي من الخلطة تعطيني صحة الطيور ممتازة، ولله الحمد زي ما علمتك من يوم التاريخ 20/11/1438. باخذ لكم جولة سريعة بس. ها ما شاء الله، ها ما شاء الله، احسن من كذا ويش؟ لا اسهال لا مرض كانكر، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. انا اوريكم بس اذا كان في بيض او ما شاء الله تبارك الله. في عز الصيف، احنا في عز الرطوبة تقريبا، عندنا الرطوبة واصلة 50 يا شباب. شوف ها بيض بيض ما شاء الله، ما شاء الله رصيص، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ها ما شاء الله تبارك الله. تو مفقص اليوم التاريخ 20/11/1438. شوف هذا فقص وهذا بيفقص الثاني، ما شاء الله. وهذا بيفقص، لو تلاحظ البيض فريش يا شباب، فريش جديد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما شاء الله تبارك الله. ما ادري هل في شيء فوق هذا بصيص معكم، طبعا انا ما اشوف يا شباب وش موجود الا بالكاميرا زي ما علمتكم. ما شاء الله تبارك الله، ها ها ما شاء الله زي ما علمتكم. شوف ها زعلان هذا، ها ما شاء الله تبارك الله. ما ادري هنا في اش بيض او شيء، والله على العموم يا شباب، على العموم صورت لكم صحة الطيور. ها هذا العراقي ما شاء الله تبارك الله، صحته تب ولله الحمد. وانا الان معطش الطيور زي ما علمتكم، معلقتين معلقتين على
10 لتر من الماي مدة 5 أيام، نعطيهم لمدة 5 أيام، وبإذن الله تعالى رايح تشوف العجائب من خلطة ولدي الشرقية. وإحنا في عز الصيف يا شباب، صحة للطيور. شوف شوف بس شوف، تمجل تمجل، تفرج تفرج على الحلال، ما شاء الله تبارك الله. يكفي إنها إنتاج قاعد على البيض. شوف، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اعذروني يا شباب، احاول اني احط اللي هو الخلطه لان الطيور عطشانه. هذه صحه الطيور، ما شاء الله. اسد اسد، ما شاء الله تبارك الله. اقلب اقلب، عطهم قلابي، ما شاء الله. شفتوا صحه الطيور؟ ما شاء الله تبارك الله، ورناكم صحه الطيور. باقي انتاج البيض باذن الله تعالى، رايح اوريكم اياه باذن الله تعالى. هذه صحه الطيور قدامكم يا ابو الشباب. انا ذن كم بحط الخلطة لان الطيور عطشانة وتدرف الصغار. شوف انا وقت الطير راجل على البسيط حقه، زي ما عليكم المروحة، ونرش المكان في عز الصيف. احنا في عز الصيف هذا الانتاج، زي ما علمتكم اليوم التاريخ 20/11/1438، احنا الحين في شهر 11 في عز الرطوبة. شوف ما شاء الله، لا مرض كانكر، لا مرض برويس، ولا عندي مرض اسهال. شوف ما شاء الله الهزازي. اسمعوا صحة الطيور، ما شاء الله. اهم شيء عندي صحة الطيور، ولا عندي ثقافة البيض. ما ابغى ثقافة بيض، ابغى انتاج. شوف ما شاء الله تبارك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الى حظيرة الدجاج. اللهم صل على محمد وآل محمد. زي ما علمتكم اليوم التاريخ 11/20/1438، كل يوم ما شاء الله تبارك الله شيل لي من طبقين الى طبق ونص. هذه كثافة البيض بفضل الله، بفضل خلطة ولد الشرقية. يا شباب ترى الخلطة ما تكفي دجاج وطيور، لازم تاخذ لك على حسب الكمية اللي عندك. هذه طبعا انا الفقاصة مطفيها لان الصيف الحين ما ابغى اشقلها الا في وقت الشتاء، في دخول الشتاء. شوف هذه كثافة البيض عندي ما شاء الله، وهذه الثلاجة مليانة. زي ما علمتكم انا اصور لكم بالتاريخ يا شباب، كل مرة تشوفني اذكر التاريخ. اليوم كم التاريخ قلنا؟ 11/20/1438. وبنذهب الحين الى صحة الدجاج والصيصان الباقية. من كانوا صيصان عمرهم ابو يوم عندي، وانا استخدم اياهم خلطة ولد الشرقية. ما شاء الله تبارك الله، هذه صحة الصيصان من عمر ابو يوم كانوا عندي، ما شاء الله تبارك الله. عسى لا يطلع، انا افتح الحظيرة. هذه الصيصان تب ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين. هذه صحة الصيصان من عمر ابو يوم كانوا عندي. نشوف الدجاج، نشوف الدجاج البياض اللي عندي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الدجاج قدامكم ما شاء الله. طبعا انا المراوح ما تطفي عندي 24 ساعة ما شاء الله. شوف ما شاء الله تبارك الله. وهذه الحظيرة الثانية ما شاء الله، صحة الصيصان ما شاء الله تبارك الله. أوريكم الحظيرة الثالثة، زي ما علمتكم اليوم التاريخ كم؟ 20/11/1438. هذه الحظيرة الثالثة ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه صحة الدجاج توب. وريتكم الطيور، وريتكم الانتاج البيض ما شاء الله تبارك الله. وعلمناكم التاريخ اليوم، التاريخ 20/11/1438. طبعا انا مستعجل يا شباب علشان ابقي اعطي الطيور ماي، للحين ما اعطيتهم، فبس حبيت اصور لكم بالتاريخ والله العظيم. ها شوف هذا التمر، هذا التمر استوى، يعني احنا في عز الصيف يا شباب. عسى لا احد يقول التصوير قديم. شوفها التمر استوى، اليوم التاريخ 11 شهر 11، اليوم التاريخ 20. لو تشوف الرطب استوى التمر، تمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف هاك الدجاج، اديك برا، ورناكم صحة الدجاج والطيور والصيصان. واللي يبغى الخلطة يتواصل معاي على رقمي الخاص 0544204431. زي ما علمتكم يا شباب كثير اخذوا عندي علبه واحده حق يجربها ويقول لي ما شاء الله صحه الدجاج والطيور توب.
بس ما نشوف انتاج في البيض. ليش؟ انك انت ماخذ علبه واحده وتستخدمها حق جميع اللي عندك. اقل شيء بلك 5 علب إلى 6 علب اذا عندك طيور ودجاج ما شاء الله تبارك الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ابو الشباب، هذه خلطة ود الشرقية تستخدم على 10 لتر، هذا البالدي على 10 لتر، معلقتين لمدة 5 أيام، يوم وترك يوم وترك، إذا كانت الطيور والدجاج سليمة والصيصان مدة كم؟ 5 أيام إذا كانت سليمة، وإذا كانت تعبانة مدة 7 أيام. هذه معلقة، وهذه المعلقة الثانية. خلاص، اللي يستخدم أول مرة الخلطة يحط طال عمرك، يحط تطعيمة اللي هو نيوكاسل. أنا كل شهر أستخدم التطعيمة اللي هو نيوكاسل مع الخلطة، لأن أنا معطش الطيور، معطشينها مع الصيصان والدجاج. طبعا أنا حطيت الخلطة الحين أعبي الماي لحد هنا فل، ولازم أرج الخلطة مضبوط وأعطش الطيور من الساعة 5 العصر. شوف، أنا معطش الطيور من الساعة 5 العصر أمس، وحين الساعة 9:30 صباحا، ودرجة الحرارة